السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما عملنا شكل الدوت ببساطة، أعمل عليه سيلكت وأروح رايح للديزاين. أقدر من هنا أختار الشكل من الأشكال ديت زي ما أنت شايف. مجرد بس إن أنت تعمل سيلكت عليه، هو هيبدأ إن يظبط لك الألوان والشكل والخلفية وكل حاجة. وليكن مثلا بالشكل دوت، وبعد كده ممكن تيجي هنا تظبط الخلفية. مثلا تختار خلفية معينة بالشكل دوت، حاجة بالشكل دوت. ممكن تقول له border and title، تبدأ تختار border معينة بالشكل دوت. خلي الخلفية مثلا مختلفة شوية. ممكن نقول له هنا really out page، يعني خليهم مثلا بالشكل دوت، بالشكل ده، بالشكل ده، بالشكل دوت. في أشكال كتيرة، تبدأ تغير التصميم بتاعك من فوق لتحت، من تحت لفوق، حبة فوق حبة تحت، زي ما انت عايز.